مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه فقرتنا وكلامنا عن ظاهرة ختان الإناث مستمرة مع حضراتكم. ومعانا عبر الهاتف دكتورة وهاد سمير، عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة. برحب بيكي مرة تانية يا دكتور. أهلا بيكي. يعني نكمل كلامنا عن معتقدات الموروثة لدى مجتمعنا عن هذه الظاهرة، تفضلي يا دكتور. للأسف الظاهرة دي ما زالت موجودة حتى مع إن إحنا في ظل الثقافة اللي إحنا فيها والتكنولوجيا اللي إحنا فيها، ما زال للأسف الناس مؤمنة بإن هي دي نوع من العفة والطهارة للمرأة، وإن البنت لازم يتم ختانها، وما تمش ختانها دي هتبقى حاجة وحشة جدا، مع إن هو بيسبب آلام نفسية وجسمانية فظيعة. وشفنا الحالات دي لما نزلت حملات طرق الأبواب اللي المجلس عملها، وكنا بننزل على أرض الواقع في الشارع مع الستات ونقعد نتكلم معاهم. لا تتخيلي كمية الآلام وهم بيحكوا لك وتعبيراتهم على وشهم، إن تلاقي واحدة مثلا ليها 60 سنة جدة ومع ذلك فاكرة اللحظة بتاعت الطهارة وتحكيها لك إنها حصلت دلوقتي، وتبقى بتتألم وهي بتحكيها لك وتعبيرات وشها. وحالات كتيرة جدا صعبة بصراحة، وبعدين بتأثر عليهم جدا. يعني فيهم ناس كتير قالوا احنا لا يمكن نختم بناتنا لان احنا اذينا، وبيأثر في الحياة الزوجية كمان جدا، وبيأثر عليهم وبيعمل تشويه وبيعمل امراض، وفي بنات ماتت منها. صحيح. وفي واحدة انا مش هنساها، ست قابلتها بنتها كانت بتموت قصادها ولحقتها ونقلتها المستشفى، وشافت ايام لغايه ربنا ما نجها لها. هي نفسها بتحارب بقى الدكاتره، اول ما تعرف اي حد ان في مكان مثلا بيختنوا بتروح تبلغ عنه. اول ما تعرف في اي حد تروح تكلم الستات توعيهم، لان هي اتألمت وهي صغيره. صحيح. لكن اهل جوزها كانوا مصممين ان هي تختن بنتها واجبروها على ده، ولما ختنت البنت مجبره البنت نزفت وكانت هتموت، لكن ربنا كتب لها عمر تاني نجاها. فالست بقت يعني لما قابلناها تقول انا معاك وانا همشي اوعي الناس معاكم. وبرده في حاجه تانية، يعني الموضوع ده زي ما هو الدين اساسا ده ضد الدين، يعني مفيش اي حديث في القران بيقول ان احنا لازم نختن البنات. هي عاده اتنقلت لنا من الدول الافريقيه وبقت القرى والبلاد، حتى في القاهره موجوده للاسف. وفي اماكن معروفه فيها الدكاتره اللي هم بيعملوا ده طبعا بقوا دلوقتي الناس برضو عندها وعي، والمجلس بصراحه عامل شغل كبير جدا وعامل توعيه كبيره جدا للسيدات في جميع محافظات مصر. واحنا في القاهره بنوعي، بننزل على طول نعمل حملات توعيه، واي مكان يعني لما بنعرف ان في مكان مثلا بيختنوا فيه بنبلغ. اي سيده دلوقتي اللي هي خلاص فاهمه صعوبه واضرار الختان بتبلغ على طول. لكن برضو مش هننكر ان ما زال لسه في فئه عندهم الثقافه بتاعتهم بالزبط. ان الختان ده حاجه اساسيه. ان ما اتختنتش البنت مش هتتجوز، مع ان في حالات شفناها العريس رفض العروسه لما عرف انها مختنه. يعني دلوقتي الشباب لما بيروحوا يتجوزوا بيسالوا هي اتختنت ولا لا، اول ما بيعرف انها اتختنت بيرفض يتجوزها. فدي بقت مشكله اكبر كمان دلوقتي. صحيح. يعني هم كانوا فاكرين ده هيساعد بناتهم على الجواز، للاسف دلوقتي في اماكن كتيره اتقال لنا الكلام ده، ان بناتهم رافضين ان هم يعني كل ما يجي عريس رافضهم بسبب ان هم اتختنوا ومش عارفين يعملوا ايه. طيب دي مشكله ثانيه بيسبب في نسبه العنوسه او بكثره نسبه العنوسه. صحيح طبعا. لا ده غير يعني غير الالام، يعني هم عملوا حاجه بس هي خلاص ما لهاش حل، هي هتفضل مضروره بيها عمرها كله. صحيح. غير كمان ان في سيدات كثيره اشتكوا قد ايه ان حصل لهم مشاكل، وفي ناس اتطلقت بسبب الموضوع دوت، وفي ناس اتشوهت وجسمها بقى مشوه والالام برضو خلي بالك الالام النفسيه احيانا بتبقى اصعب بكتير جدا. صحيح. من الالام العضويه. يعني انا والله ما هنسى السيده اللي انا قابلتها الجده دي، والله بتحكيها وبكت كانها اللحظه دي لسه فاكره، بتقول لك ذبحوني. وقعدت تحكي لنا الواقع وكان عندها حوالي 6 سنين. فتخيلي هي فاكراها ازاي والالم بيتجدد معها كل ما تفتكرها. طب ليه؟ انا من وجهه نظري ان هو ده تربيه، يعني الاخلاق والتربيه، انا ربي بنتي كويس وخلاص. مش محتاجه ان انا اشوه لها ولا ان انا اقصر يعني ان انا اعمل اي حاجه في جسمها. وده لا يمنع اي حاجه مثلا لو حد في اي تفكير سيء بالنسبه له
مش هيمنع بصراحة. يعني أنا من وجهة نظري إن الختان ده ما بيمنعش أي حاجة. صحيح. هو بس بيبهدل البنات وبيشوههم، وكمان تغليظ العقوبة دلوقتي الموجودة إحنا عايزينها تتغلظ أكتر. الدكتور اللي هو بيعمل عملية الختان ده المفروض يتشطب من النقابة ويتحاكم على طول، لأن دي أنت بتعمل جريمة، هي فعلا جريمة. أنا مش قادرة أتخيل نفسي إن أنا ممكن أبقى في وضع زي ده. بقعد أحط نفسي مكان السيدات دي، بقول الله يكون في عونهم، وأشكر أهلي وأشكر أمي إن هي ما عملتش حاجة زي دي طبعا. لكن طب بقية البنات، طب يا دكتور إيه؟ إحنا في 2021 وأيضا هذه الظاهرة لسه موجودة ومش بتسبب في آلام نفسية فقط، زي ما حضرتك ذكرتي إنه في ناس كانت هتروح فيها وفي ناس بالفعل راحت فيها، يعني ماتوا فقدوا حياتهم. فيعني أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى الآن هقول لحضرتك، هي دلوقتي ما بقتش برضو عشان يبقى للحق نسبتها قلت بكتير عن الأول. حتى في الإحصائيات نسبتها قلت. طبعا الإحصائيات مش هتكون دقيقة لأن هم ما بيبلغوش، يعني الأهالي ما بتبلغش. بس دلوقتي مع الثقافة ومع الحملات اللي بتنزل ومع التوعية وقانون تغليظ العقوبة اللي ممكن الأب والأم هيتحكموا والدكتور بيتحاكم وكل ده، بدأت الناس تخاف وتسمع. كمان إحنا محتاجين إعلامنا يسلط الضوء على ده. يعني إحنا بننزل في القاهرة، عندنا إحنا نزلنا يعني في الغالب كل أحياء القاهرة، عندنا حملات طرق الأبواب كل فترة بننزل في منطقة جديدة، فإحنا نعتبر غبتينا نسبة كبيرة جدا من شوارع القاهرة. العملية نفسها قلت بس ده خاص بالمجلس القومي للمرأة في فرع القاهرة عندنا. إحنا بننزل وبنعمل ده على أرض واقع، يعني بننزل الشوارع والأسواق ونروح نقعد نتكلم مع السيدات ونشوف ونسمعهم ونوعيهم ونقول لهم إيه المخاطر وإن القرآن، لأن برضو في ناس بتقولك لا أصل ده في حديث، أصل في القرآن، فنقعد نفهمهم، لأن بيبقى دايما معانا ناس تتحدث في الدين إذا كان الإسلامي أو المسيحي علشان يبقى في توعية دينية ليهم. فهم بيكلمهم من المنظور الديني ويفهموهم، يبقى في مصداقية كمان، يبقى في مصداقية طبعا في مصداقية. أنا برضو لما أتكلم غير لما هيتكلموا الأساتذة اللي هم يعني اللي هم متخصصين في الدين، وبيبقى معانا طبيبة أمراض نساء برضو علشان تحكي المخاطر اللي السيدة بتتعرض فيها جسمانيا بالفعل. فبالتالي السيدات لما بتسمع ده بتبتدي تخاف، اللي مرت بيها عارفة احنا بنحكي ايه، واللي ما مرتش بيها بتخاف ان هي تحط بنتها ده. لكن برضو مش هننكر ان مازال في عقليات شايفة هي قليلة بس احنا عايزين الظاهرة تختفي خالص. صحيح. يعني صعب ظل التكنولوجيا اللي احنا فيها بالزبط. والثقافة والإعلام والسوشيال ميديا يبقى لسه موجود، ده محتاج ان كل يعني زي ما حضرتك كده النهاردة عاملين الحلقة على ده، اليوم العالمي لختان المرأة كان 6 فبراير. لا احنا عايزين يبقى عايزين عندنا تبقى الإعلام كله يناقش ده، يوعي مش بس يعني يوعي السيدات والأهالي والأب والأم والجدة والجد قد إيه المخاطر وقد إيه أنتوا بتأذوا بنتكم. ودلوقتي الأهالي بدأت تحس بده، يعني السيدات اللي قالوا إن بناتهم اترفضوا في الزواج بسبب ده هم دلوقتي حاسين إن هم عملوا بنتهم يعني كارثة. صحيح. ما حدش راضي يتجوز بناتهم بسبب حاجه هم عملوها. تخيلوا ان هم هينفعوا البنت، هم ضاروا البنت. فدي برضو مؤكد هتقلل بكتير النسبه دي، زائد طبعا تغليظ العقوبه، ولما بيتعرف ان في دكتور عمل او الاهالي ودوا بنتهم كده بيتقبض عليهم وبيتحكموا. فدي برضو حاجه جميله جدا ان هم يبقوا قلقانين ان هم ممكن في اي لحظه يتعرف. بس هي المشكله ان برضو في اماكن بيتم فيها بدون ما يتم يعني ما بتعرفيش يعني كرة ممكن او ما فيش تسجيل او اي حاجه يثبت ان هي اختتن. لا ما هو ما بيقولوش بقى يعني مثلا، بس بيبقى معروفه مين في القريه دي اللي بتعمل القصه دي او الدكتور اللي بيعملها. صحيح. بس ما بيعلنوش. لما بيتعرف بقى او حد بيروح يبلغه بيتمسك على طول وبيتحكموا. بس برضو محتاج الإعلام يسلط الضوء على ده، مش بس على تغليظ العقوبة، على ناحية الآلام اللي بتبقى للسيدة أو للبنت. صحيح. صحيح. قبل الجواز أو بعد الجواز وفي حياتها، ويفهموا قد إيه الموضوع ده بيأثر. طيب أنا حابة أسلط الضوء. قالوا إن هم اتطلقوا بسبب ده. صحيح.
انا حابه اسلط الضوء مع حضرتك على فكره الالام النفسيه اللي بتعاني منها المراه لما بتكبر وبتكون اختتنت يعني، فيعني نتكلم اكتر عن الالام النفسيه اللي بتحس بيها. اقول لحضرتك الالام النفسيه بالنسبه لها بتبقى اولا ذكرى، يعني زي ما قلت حضرتك الذكرى نفسها ان هي تفتكر الالام اللي هي دي انها تقطع جزء من جسمها بدون موافقتها والالام وبدون بينجس، كمان بيعملوا عمليات الشنيعه دي بدون بينجس. اللي بتخيل انت لما بتجرحي جرح قد ايه الالم، فانت متخيله حد بيقطع من الجسم جزء وانت صاحيه يعني بتتالمي بده حاسه بكل حاجه بالظبط، حاسه بكل حاجه وعايشه، يعني ربنا ما يكتب على حد القطع والبتاع ده. وبعدين مش بيعملوها حتى يعني في كل حاجه، كل منطقه بتختلف، فاحيانا بيقطعوا جزء كبير، احيانا بيقطعوا جزء قليل، احيانا بيقطعوا بتموت لما بتيجي في شريان او بيحصل حاجه خلاص مضاعفات. صحيح. في بنات جالها التهابات وعاشت معاها وعملت لها تسببت ليها في عقم. ففي حاجات كتيره السيدات لو تعرف كل ده، اعلامي سلط الضوء جدا على زي ما حضرتك قلتي الالم النفسي والجسماني، الناس ازاي بتفضل فاكره ده وقد ايه يعني بتتذكره. صحيح. هقول لحضرتك كل يوم حتى في علاقتها مع جوزها بيبقى مأثر عليها. وفي سيدات كتيره قالوا لو يرجع بينا الزمن ما كناش عملنا ده لانه أثر على حياتنا، وطبعا ما عندهمش حلول يعملوها، بس بيوعوا بيوعوا بناتهم ما يعملوش ده مع بناتهم، وده المهم. واتمنى ان الظاهره دي تختفي تماما، مصر ما يبقاش عندنا ختان اناث نهائي، لان دي حاجه يعني زي ما قلت حضرتك انها مؤلمه. كمان ان هي يعني مثلا اللي بيجي لها امراض او بيجي لها التهابات تاثر عليها، مثلا ما حد يجي له عقم، طب ليه؟ صحيح. انت قضيته على مستقبل بنت انها مش هتقدر تخلف. طيب. ممكن كمان في سيدات جالها زي نوع من العقده نفسيا، اتعقدت من الموضوع ده، فمثلا اتجوزت قعدت شهر شهرين سنه ما قدرتش تعيش مع جوزها واتطلقت بسبب ان هي الختان مأثر عليها، يعني ليه مشاكل. على قد ما يبان ان هو يعني حاجه بسيطه، لا هو ليه مشاكل كبيره جدا. مش حاجه بسيطه خالص طبعا. يعني ليه مشاكل على المدى كبير جدا جدا. واتمنى بجد ان كل السيدات تفكر قبل ما تعمل ده. والجد والجده، لان في بعض الاماكن اللي نزلناها قال لك اصل احنا ما بنقدرش نتكلم. في عائل يعني في ناس بيبقوا متجوزين في بيت عيله، او هم مثلا الجد او الجد هو المتحكم في، او كبير العيله هو المتحكم في الحاجات دي، فيقول لك مثلا انا مقتنع وجوزي مقتنع بس هعمل فيهم ايه؟ هم مصممين. فاحنا رحنا اماكن بقينا نكلم الجده ونقول لها ازاي حضرتك، وفي جده قالت يعني كانت كمان كام يوم لما احنا نزلنا كانت هتختم بنتها، ولما احنا قعدنا اتكلمنا معاها وجبناها وجبنا بنتها وجبنا حفيدتنا وقعدنا، حتى حفيدتها ساعتها قالت لها انا فعلا بشوف الحاجات دي على برامج السوشيال ميديا والاضرار ومش عارفه، وقعدنا نتكلم فيه. احنا كنا سعداء جدا يوميها ان الست قالت انا مش هختن حفيدتي. ده ربنا بعتكم في التوقيت الصح والله. كنا سعداء جدا ان الست قالت ده، وكانت ست صعبه شويه في الحوار لان هي احنا شايفه ان احنا يعني هي مقتنعه بحاجه معينه هي عملتها وبنتها عملتها وكل عيلتها عملتها، بس زي ما تعملهاش مع حفيدتها. احنا كنا سعداء ان قدرنا في حوارنا معاها ان احنا نمنع ده، فده بيبقى الجميل اللي احنا بنشوفه لما ننزل حملات طرق الابواب يعني نرجع بعد كده بقى نشوف النتائج اللي احنا حققناها على ارض الواقع، وتسمعي من السيدات الدعاء ان شكرا ليكم انتوا عرفتونا انتوا فهمتونا، لان برضو في نوع من الخجل في الموضوع ده. صحيح. يعني في مناطق بيبقى عندهم خجل ان هم يتكلموا ده او صحيح. او يحكوا ايه الاضرار اللي تمت ليهم. صحيح. فده طبعا بيعمل نوع من الناس مش قادره تتكلم ومكسوفه، لكن دلوقتي لما الاعلام بدا يتكلم بدا يظهر ده، ولازم يعني بصراحه اعمل شكر كبير جدا جدا للدكتوره مايا مرسي رئيسه المجلس القومي للمراه، ان هي ليها جهود كبيره جدا جدا في محاربة ختان الإناث. نتمنى. بالنسبة للفرع عندنا القاهرة عندنا أستاذة مها مروان مقررة الفرع، برضو إحنا عندنا عايزة أقول لحضراتكم إن إحنا بننزل دايما حملات طرق الأبواب نوعي السيدات بده،
دائما طول السنه، يعني احنا في الصيف عندنا مجهود رائع شهر 7 و8، لكن طول السنه يعني احنا دلوقتي كان عندنا ندوات الايام اللي فاتت، والنهارده عندنا ندوه، وامبارح واول بننزل الاسواق وبنقعد مع الستات اللي هم عايز اقول لحضرتك بياعين الخضار، الستات اللي ماشيه في الشارع، اي حد بنقابله بنقعد نكلمهم. فده احنا طول السنه صحيح في فرع القاهره عندنا مستمرين في ان احنا نوعي السيدات. ده هيفرق جدا في الثقافه والوعي. صحيح، يعني جدا احنا طول ما بنقابل حد بنكلمهم ونشوف رايهم وايه المشاكل، ولو حد يعرف حاجه يقول لنا واحنا نبلغ، او نقول لهم الرقم اللي هم هيبلغوا عليه برضو، لان في احيانا الناس بتبقى تقول لك طب انا عارف بس هبلغ فين؟ فتقول لهم لا اتصلوا بالرقم، ابعتوا ايميل، روحوا الاسم، روحوا اعملوا كذا، فانت بتوجهيهم ازاي الاجراءات اللي هم يعملوها، فبالتالي لما بيعرفوا ده انت كمان بتساعديهم بمعلومات. صحيح، اعتقد ان احنا يعني ان شاء الله على وشك ان احنا ننهي هذه الظاهره. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك دكتوره وهاد سمير عضو المجلس القومي للمراه فرع القاهره، بشكرك على مجهودات حضرتك ومجهودات المجلس القومي للمراه فرع القاهره لان احنا نوعي الناس بشكل دايركت بشكل مباشر مع الناس، ده هيفرق جدا في انهاء هذه الظاهره. مشاهدينا فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت، نشوفكم بكره وحلقه جديده، وصباحكم صباح النور.